كل موقف في قصة سيدنا آدم لازم يلفت نظرك وتفكر فيه كويس، لأنها القصة الأولى بين الله وبين البشر، فامتلأت بالمعاني الأساسية في العلاقة مع الله. أول لقطة في القصة فيها سر سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، لما نفخ الله من روحه في سيدنا آدم عطس، فقالت له الملائكة احمد ربك، فقال الحمد لله، فقال له الله يرحمك ربك. اوعى تعدي عليك من غير ما تفكر ان اول كلمة قالها انسان في التاريخ الحمد لله، ومعنى كلمة الحمد هو الاعتراف بالفضل والثناء على صاحب النعمة. لكنك تتفاجئ ان مش بس ده الموقف الكبير اللي اتقال فيه كلمة الحمد لله، ده في مشاهد فاصلة ابتدت أو اتختمت بالحمد لله. فبدأت الرسالة السماوية الخاتمة القرآن بالحمد لله رب العالمين، ونزل القرآن على سيدنا رسول الله بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولما ربنا خلق الكون قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وأول كلمة هيقولها الناس الطيبين لما يخشوا الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وفي الآية الأخرى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وآخر كلمة هتتقال في مشهد الحساب على الإطلاق بعد ما الناس تخش الجنة والناس والعياذ بالله تخش في مكان تاني، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إيه الحكاية؟ إيه سر الحمد؟ ليه ربنا دايماً بيحبنا نقول الحمد لله كتير؟ أقولك، أنا كإنسان ناقص، الأصل في الإنسان نقصان، ممكن لو جبتلك هدية أحبك تشكرني، تكبر بخاطري ماشي، تحسسني بفضلي عليك ماشي، تحترمني أكتر، كلها معاني حلوة ووحشة بتحصل بين البشر، المهم اشكرني عشاني. ربنا مش كده، ربنا يقول لك اشكرني عشانك، لأن ربنا سبحانه وتعالى عايزك تحس إن نعمته عليك بيتودد بيها ليك وبيتقرب بيها ليك، فكل ما تشوف نعمته تقول له الحمد لله أنا خدت بالي من ودك وحبك يا رب، الحمد لله أنا خدت بالي إن أنا محل نظرك يا ملك، الحمد لله أنا خدت بالي إن أنا موضع عنايتك يا كبير، الحمد لله أنا خدت بالي إن أنا حاجة مهمة عندك، أنا كده بقيت واثق في نفسي قوي، أنا مطمن قوي، أنا كبير عندك يا رب. فكلما أكثرت من الحمد لله كلما شعرت إن ربنا أنت موضع عناية منه، فتزداد اطمئنان وثقة في نفسك وتعيش مطمن في الدنيا إنك مش مهمل. ده ربنا بيشجعك ويقول لك قول بس أنت الحمد لله، هتحس إن أنا بعتني بيك. عشان كده ربنا يقول لك الحمد لله تملأ الميزان، ميزان الحسنات، هو بيشجعك عشان تقول كلمة تطمنك أنت. لدرجة إن حديث جميل قوي، إذا أعطي العبد نعمة فقال الحمد لله كان ما قال خير مما أعطي. مهما كبرت النعمة من ربنا ونزلت عليك بس قول الحمد لله، يبقى كلمتك دي أعظم عند ربنا سبحانه وتعالى من النعمة الكبيرة اللي اديها لك، لأن النعمة مش غاية، الغاية إنك تطمن إنك محل عناية من الله فتقول له الحمد لله. اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين كما كان يفعل سيدنا محمد أحمد العابدين.